أقر مجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية مقترح البنك المركزي المصري الخاص بإنشاء لجنة الاستقرار المالي الأفريقي، والتي تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي على المستوى القاري من منظور احترازي كلي، ذلك من خلال تقييم إطار الاستقرار المالي المطبق في الدول الأعضاء بالجمعية ورصد أفضل الممارسات وتقديم التوصيات بشأنها لتعزيز وموائمة الأطر عبر القارة. جاء ذلك خلال ترأس محافظ البنك المركزي حسن عبد الله وفد مصر المشارك في فعاليات الاجتماعات السنوية 46 لجمعية البنوك المركزية الأفريقية بموريشيوس، والتي عقدت يومي 3 و4 من شهر سبتمبر 2024 بمشاركة محافظي البنوك المركزية بالجمعية، والبالغ عددها 41 بنكا مركزيا تمثل 54 دولة أفريقية. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط وسط توقعات بأن النزاع السياسي الذي أوقف الصادرات من المواني الليبية الرئيسة ربما يتم حله، ومخاوف إزاء تباطؤ النمو والطلب العالمي. كما هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر نوفمبر بنسبة تقدر ب 4% ليصل إلى 73.47 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة تقدر ب 4% أيضا ليصل إلى 70.3 دولار للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.8% لتصل إلى 2.24 دولار للتر. كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 80% لتسجل 2.11 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء أن معدل التضخم الرئيسي في دول المنظمة على أساس سنوي والذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلك انخفض إلى 5.4% في شهر يوليو 2024 بعد أن كان 5.6% في شهر يونيو، ذلك على الرغم من ارتفاع التضخم في نحو نصف دول المنظمة. كما أكدت المنظمة أنه بالرغم من ارتفاع التضخم في 17 دولة من أصل 38 من دول المنظمة، إلا أنه انخفض في 11 دولة واستقر في 10 دول.